هل الاستقلال التام للشأن الرياضي هيساعد على ان الرياضة تبقى منفصلة تماما عن أي مجالات تانية مهما كانت الظروف؟ يعني للأسف الرياضة خرجت عن مسارها وخصوصا كرة القدم في الأحداث ما بعد 2011، ولقينا أن الأولترس تم تأسيسه بالكامل، بقى فيه يعني الرياضة فيه لعيبة للأسف انجرفوا في تصريحات سياسية غير مسؤولة، وهم مش مفروض أصلا يصرحوا سياسيا في أي شيء. فهل الجديد بقى أنه هيتم استقلال الشأن الرياضي زي ما حضرتك ذكرت هيساعد أكتر على أن الرياضي أنا في مجالي ما اتكلمش في حاجه تانيه مهما حصل فقط؟ بس السؤال ده مهم قوي، لان ده المأساة اللي احنا عايشينها على مستوى الاداره، ان كل من مر امام باب نادي يخش يدير، ان كل واحد من اللعيبه يطلع من الملعب يروح يقول راي سياسي او يتكلم كلام في دين او غيره او في قانون. صحيح، المأساة غياب التخصص. اللي حضرتك بتقوليه القانون عالجه اولا، ان عمل نصوص تجريم وحبس وغرامات تصل الى 100,000 جنيه في مسائل الشغب بتاع الملاعب، في مسائل تكوين روابط غير قانونيه وغير مصرح بيها. مش كل خمسه سته يعملوا التراس ويروحوا يقولوا ويفرضوا قرارتهم على نادي ويقولوا احنا كذا، الكلام ده مجرد تكوين الرابطه بقت جريمه، ودي نقطه مهمه قوي. ممارسه اي حاجه من اللي بيحصل دلوقتي، تغيير شكل المباريات، الضغط على الاداره، محاوله احداث شغب، تعطيل الايفنتات الرياضيه، بقى جريمه ثانيه تصل فيها الحبس، ودي نقطه مهمه قوي. بالاضافه لو حصل اي اصابات او عاهات مستديمه او وفاه، يطبق نصوص قانون العقوبات. ده نقله مهمه عشان نقول لكل واحد، المشجع مشجع، اللعيب لعيب، كل واحد الإداري إداري، البطل. مش معقول يبقى عندي كم من الابطال الرياضيين في مصر ده، عندي ابطال، عندي صناعه بطل على قدر الامكانيات اللي كانت موجوده جيده، فتفاجئ ان الابطال الرياضيين دول مجرد ما اعتزل بينزوي بيروح يشتغل في شغل بعيد خالص عن الرياضه، والعمل التطوعي بعيد عن الرياضه من غير ما يشارك مشاركه حقيقيه. دول المطلوب يشاركوا. انت بطل وانت مارست وانت لعيب، تعالى.